السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا الطلاب في الصف الأول الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول بارت 2 لسون 3 and 4 الجزء الثاني الدرسين الثالث والرابع من يونت 1 من الوحدة الأولى. الفوكابلاري، طبعا الفوكابلاري كل الكلمات دي المفروض انتوا اوريدي بالفعل حافظينها وعارفينها، فدي بالنسبه لكم هايفه. نيجي بقى الكلمات الجديده. عندي كلمه زي كلمه اكزوتيك، يعني غريب. اكزوتيك بنقسمها لمقطعين اي اكس وبعدين اوتيك، يبقى اكزوتيك عندي بعد كده معناها غريب. بعد كده عندنا كمان كلمه زي اكتوالي يعني في الواقع. عندي اميزنج، اميزنج يعني مدهش. amazing amazing بنقسمها كده مقاطع. عندي كمان awful يعني فظيع. عندي كمان brilliant رائع، brilliant. معنى كمان كلمة fascinating يعني ساحر أو خلاب، بنقسمها المقاطع بحيث يبقى المقطع ing لوحده. عندي كمان gardening، garden يعني حديقة، garden gardening بزود لها الاي ان جي، يبقى gardening يعني اعمال الحديقة. طب عندي lettuce اللي هو الخس، نبات الخس اسمه lettuce. معنا كمان كلمات زي كلمة resort بنقسمها لمقطعين re وبعدين sort معناها منتجع. عندي كمان teenager اللي هو المراهق. عندنا كمان كلمة تيني صغير بالحجم لدرجة ما نقدرش نشوفه غير بالميكروسكوب. معنا كمان كلمة زي كلمة ادفانشر معناها مغامرة. وعندنا كمان بريك فسحة او نزهة. عندنا كمان ديستانس مسافة. ايكو قلنا ايكو يعني في يعني بيئة، يبقى ايكو تريب يعني رحلة صديقة للبيئة. معنا كمان اكسبلور اللي هو استكشف. كمان معانا كلمة on board يعني على متن سفينة أو طائرة. paradise يعني جنة. stressed يعني مضغوط ومجهد وفيها توتر. عندي support يدعم. عندي unusual يعني غير معتاد. معانا كمان be stuck يعني be دي لإما أم أو is أو are حسب الفاعل، بصرفها معاهم حسب الفاعل. stuck يبقى عالق أو غير قادر على الخروج، دي مهمة. عندي كمان have a holiday يأخذ أجازة. go away يعني يرحل. عندي make good use of يستغل. عندي كمان busy with، بنشوف ناخد بالنا من حروف الجر جاي معاه ايه، هنا make هنا busy with هنا dive with يختص معه. معنا كمان كلمة زي كلمة interested in مهتم بيه. معانا over the moon وده تعبير expression بيعبر عن ايه، عن ان هو سعيد جدا. عندي walk around يتنزه. معنا كمان lots of كميات من. عندي on balcony في البلكونة. طيب نيجي بقى كلمة كلمات مشتقاتها، قلنا دي مهمة قوي بس لازم احنا نكون نبص عليها بعينينا، ما ينفعش ان نقعد ننطقها ونحفظه بس، لا انا عايزة تتحفظ بعينيكم. اعرف ان دي النون منها في مثلا ان اي اس اس. طيب هي برضو هنا النون منها في ان اي اس اس وهكذا، يبقى ده ان اي اس اس يبقى ده بقى اسم. معظم الحاجات كده قوي زولات اي او ان، عايزة عينيكم تلمح الاختلافات والفروق اللي ما بينهم. عندي كمان الادجكتيف الصفة مالها، ابص على شكلها. ده هنا كان في الفيرب في اخره اي، هنا بقى اوفل نس، هنا اوفل بس، وهكذا. ناخد بالنا من الحاجات دي وتبص عليها بعينيكم. عندي برضو الكلمة والمرادف والمضاد برضو نبص عليها بعيننا ونفرق ونشوف بقى شكلها ازاي والكلمتين مختلفين ازاي عنها وهكذا. تعالوا بقى كمان نبدأ نشوف بعض الحاجات المهمة في الكلمات. عندي كلمة isolated مكان معزول تعرفها او بنركز عليها، بنقول a place مكان is a long distance بعيد from other places عن الاماكن الاخرى. طب ancient قديم، something very old قديم قوي. crowded مزدحم، a place has lots of people مكان فيه كثير من الناس. exotic اللي هو حاجة غريبة unusual غير طبيعي. and often from a different country ومن بلد مختلفة. modern حديث، new جديد. and connected to the present ومتصل بالحاضر. عندي peaceful feeling calm بتشعر بالهدوء والسلام without any problems وبدون اي مشكلات. يبقى بعد كده عندنا كمان relaxing اللي هو something makes you feel relaxed بيجعلك تشعر بالراحة and not stressed ومش متوتر. exciting اللي هو feel excited.
تعالوا نبدأ نشوف الفرق في الكلمات دي مع بعض. هنا child بتساوي كلمة kid يعني طفل صغير. طب toddler اللي هو طفل بيتعلم يمشي. عندي teenager بتساوي كلمة adolescent اللي هو مراهق. عندي كمان yes يعني شاب. adult شخص بالغ. طيب عندي كمان بفرق ما بين weather طقس اللي هو حالة الجو لفترة قصيرة. climate المناخ حالة الجو فترة طويلة. عندي atmosphere اللي هو الغلاف الجوي المحيط بالأرض. عندي كمان كلمة زي كلمة steal. steal بيسرق شيء something. عندي روب بيسرق مكان أو شخص. عندي روب لما تيجي بعد somebody بيجي بعدها somebody شخص يسرق شيء من شخص of something أو مكان. طيب معانا كمان ايه؟ معانا كمان بعض الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها زي كلمة water. كلمة water دي اسم لا يعد، مقدرش اعد كام نقطة مية، وفي الغالب ما بيسبقهاش اداة تعريف اللي هي the، ولكن لما اكون بستخدم هنا the لما بشير الى مكان محدد مسبقا. the weather's really hot الطقس فعلا حر. so we spend احنا قضينا most of the time معظم الوقت in the water في المية. انا محددة قصدي على الوتر نهي، فاللي انا بكلمه عارف فعشان كده قلت له the water. طيب عندي كمان بيقول لي هنا ان كلمة الايس كريم دي ما بتتعدش، ولكن لما بكون بقول ايس كريم واحد فبقول an ice cream، فانا كده بعبر ان هي واحدة. طيب بقى نسمي بالله كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحل مع بعض الاسئلة اللي على الجزئية دي. بيقول لي هنا choose the correct answer from A B C or D. اختر الاجابة الصحيحة. before Christmas the malls were crowded كانت مزدحمة. المولات طبعا والأسواق كانت مزدحمة. the park was filled with noisy children أطفال عاملين دوشة أو ضوضاء. who were all running around كانوا بيجروا. this man is the most boring person ده أكتر واحد ممل I have ever met أنا أصلي شفت يعني. طب the little boy الولد الصغير fell off his bike وأمن على عجلته and started to cry يبكي. although he looks 30 years old he is actually 45 years old برغم ان هو سنه شكله 30 لكن هو بالفعل بيكون عنده 45 سنة. طيب بعد كده عندنا Alexandria is an absolutely amazing city دي المدينة ايه ممتعة. it is the doorbell expect it will be my friend بس ما انا اتوقع انها تكون صديقتي بس. طب نقرب بس كده. عندنا بعد كده the awful thing حاجة فظيعة was that our team ان فريقنا خسر the final match again الجون او الماتش النهائي. it is exotic that مش غريب that a bride العروس wears a red dress تلبس فستان احمر for her wedding لزفافها. or an lettuce is a round vegetable with thin green leaves بأوراق رفيعة خضراء eaten raw in salads بتتاكل مع السلطة. my father likes gardening اللي هو يراعي الزرع as he likes the activity هو بيحب of working in gardens في العمل في الحدائق and growing plants with right النباتات. طيب عندي كمان the research is done in underwater البحث اتعمل في underwater laboratories معامل تحت الماء so that scientists can study the marine creatures. although the match is about to start the players are stuck in a traffic jam. طيب your handwriting كتابتك is so teeny صغيرة أو you need a magnifying glasses to read it عشان تقرأ بيه. طيب عندي كمان a balcony is an area with a wall or parts around it that is joined to the outside wall of a building on an upper level. نكمل معاكم بقيه الاسئله واجاباتها من كتاب جيم الاضواء. بيقول لي because of the climate بسبب الطقس اللي هو الجو بتاع المناخ يعني. the coastal
resorts المنتجع السياحي are deserted in winter عبارة عن صحراء في الشتاء. عندي بعد كده a castle is a very large strong building هو مبنى كبير وقوي built in the past اتبنى في الماضي as a safe place كمكان آمن that could be easily defended against attack يقدر يهاجم ضد المهاجمين أو يدافع عن الناس ضد المهاجمين. طيب بعد كده عندنا هنا مستر علي is busy with a customer I dived with some other friends I can speak German but I speak English most of the time and he got a load of complaints about the loud music as soon as a photographer could take a photo of the new king he sent it to the newspaper طب نيجي اللي بعدها try to make بعد كده are you going away من عرفة became a famous actress while she was a adult ما أصبحت بالغة في سن المراهقة when I went to Sharm el Sheikh I found it fascinating I recommended it to my friends وكمان رشحتها لأصدقائي طب هنا بيقول لي بقى choose the two اتنين correct answers of the five options عايزني اختار اتنين من خمس اختيارات he became politically active at college the synonyms of the word active are تبقى energetic وdynamic طب نيجي اللي بعده she was even more beautiful than I had recommended the antonyms of the word المضاد beautiful are ugly if I found my stolen car لو انا وجدت سيارتي المسروقة I'd be over the moon هبقى فوق القمر يعني تعبير بيدل على الفرحة the item over the moon means تعبير بيدل على ايه طبعا لازم نوصف حاجة بالانجليزي هيبقى very excited بعد كده Luxor is one of the most fascinating cities in the world the antonyms of the word fascinating are dull وكمان boring بكده نكون خلصنا الدرسين lessons 3 and 4 الثالث والرابع من unit 1 من الوحدة الأولى خدنا الجزء الثاني النهاردة من الوحدة الأولى وكمان حلينا على جزئية الكلمات من كتاب جيم الأضواء دمتم في